اللهجة المصرية. شفنا مثلا إفيه من فيلم غبي منه فيه، أشهر إفيه والناس بتستخدمه لما حد يقول حاجة كده إيه متعلقش، يقولك إيه ما تعجبكش، يعني شكلك فاهم يا نصة، شكلك فاهم يا نصة. دي بنستخدمها في كلامنا اصلا كتير قوي، الدارج لما يبقى حد مش فاهم فتقوم قايل له ايه شكلك فاهم يا نصه. وعشان كده معانا النجم الفنان الكبير هاني رمزي، برحب بيك. اهلا استاذه مي، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، منورنا في كلام ما بيننا. ده نوركم بجد، انتوا اللي منورين الشاشه كلها. هل في شكلك فاهم يا نصه وافيهات فيلم غبي منه فيه كانت مكتوبه في النص، ولا دي حاجات بتبقى ارتجاليه كده بينكم؟ من ده على ده، يعني الحقيقه النص كان كاتبه الاستاذ احمد عبد الله، حلو قوي، مليان ضحك ومليان افيهات، يعني في حاجات كتير جدا الاستاذ احمد عبد الله طبعا كاتبها. لكن طبعا كل فنان بيجي بحس الكوميدي، ممكن يضيف افيهات، ممكن يعلق على حاجه كده على الهوا تعجب المخرج، تعجب المؤلف، فيبتدوا بقى يحطوا ده في، يعني يثبتوها ويقول لك لا خلاص انا اخدها وكده. طب الإفيه بتاع شكلك فاهم يا نص ده كنت متخيل ان هو خلاص يعني هينجح قوي كده والناس هتستخدمه عادي في كلامها الدارج؟ لا والله ما كنتش متخيل. انا هقول لحضرتك على موقف عجيب جدا. اتفضل. ان الفيلم لما نزل في السينما بعديها بفترة كده بصيت لقيت الناس بتكلمني وبعتين لي مقطع عن أستاذ في الجامعة بيشرح للطلبة المادة بتاعته، وبعدين قال فاهمين ولا شكلك فاهم يا نصة؟ فهم نفسهم بدأوا يتساءلوا ايه شكلك فاهم يا نصة دي، فقالوا لا ده من فيلم غبي منه فيه وكده. وأنا عرفت ساعتها إن شكلك فاهم يا نصة هينتشر، يعني من استاذ جامعي هو اللي قاله، يعني فحسيت بحسي انا ان دي مصطلحاتها تبدا تبقى منتشره جدا وتبقى في حياتنا العاديه خالص. يعني طب في افيهات تاني ايه في الفيلم كده علقت مع الناس وكنت مش متخيل ان هي تعلق؟ على فكره شكلك فاهم يا مصر ده كاتبه الاستاذ احمد عبد الله، انا كنت عايزه اسالك. ايوه، وطبعا اشهر موقف من الحاجات العظيمه اللي كاتبها الاستاذ احمد عبد الله هي الموقف بتاع المطوه بتاعتنا لكن الفلوس مش بتاعتنا. طبعا يعني لما دخلوا في الكمين رمى الفلوس وقال لك المطوه بتاعتنا بس الفلوس مش بتاعتنا، معنى كده مش هيتمسكوا يعني. يعني من الحاجات العبقريه اللي انا بقول ان يعني لا ده مكتوب، ده مكتوب يعني. طبعا في مواقف كتير، يعني غبي منه فيه ده بالذات من اكتر الافلام، هو وابو العربي بالنسبه لي يعني اكتر الافلام يعني جرعه الافيهات المنتشره اللي موجوده في حياتنا العاديه كبيره جدا متاخده من الفيلمين دول. جدا جدا. في فيلم برضو من الحاجات اللي هي يعني 64 حصان وفرق سرعات. ايوه لسه اقول لك، محامي خلع. ايوه ده من الحاجات اللي برضو يعني يعني طبعا في كتير، يعني في كتير، بس في حاجات كتير معلمه مع الناس. الحمد لله، يعني اتمنى كل اللي جاي يعلم مع الناس. يعني ده اكيد انت فنان جميل وليك بصمه دايما في كل افلامك، و يمكن معظم الافلام اللي انت عملتها دايما بيبقى فيها افيه كده او فيها جمل او فيها مشاهد دايما علقه في ذهننا. قول لي انت بقى ساعات بتتدخل مع المؤلف في مشاهد معينه؟ اكيد. تقول مثلا انا لا انا مش شايف انه انا لو قلت الكلمه دي هتضحك الناس اكتر وكده. بصي انا هقول لك على الصراحه، يعني انا بقول لك اكيد بتدخل، يعني في حاجات معينه بحس الكوميدي انا ككوميديان او القائي مثلا ليها هيبقى افضل لو اتقالت بالشكل الفلاني او قلنا حاجه معينه. المساله على فكره مش عيب ان الممثل يتدخل وانه يعني يزيد من الـ الحوار او يزيد من الارتجال او يزيد من لصالح العمل نفسه. فانا شايف ان ده مش عيب، ده
ده موجود من ايام شكسبير وموليير والناس دي كلها، كل ده موجود. وفن الارتجال ده فن عظيم جدا جدا، يعني عندنا ممثلين كتير جدا مثلا تاريخهم كله عباره عن ارتجال. صحيح صحيح، والحاجه بتطلع عفويه ومن القلب اكتر، واحنا بنصدقها وبنضحك عليها، بنهلك من الضحك. بالضبط، يعني كان ملك الارتجال الاستاذ سمير غانم الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه، يعني ملك الارتجال في العالم العربي كله، يعني المتزوجون دي كانت قصه. بالضبط طبعا. ولا اقول لحضرتك على حاجه تغربيها جدا، ان في ممثلين بس ده زمان، يعني انا ما شفتش منهم دلوقتي، يعني في عصرنا الحالي ما فيش، يعني ما شفتش منهم يعني. لكن الحقيقه في ممثلين يشوف الورق كده وبعدين يدخل يصور ويقول من عنده. هم طبيعتهم كده. في ممثلين برضو زمان كان يعني ما يقراش، الناس تحكي له احنا عايزين الموقف الفلاني ارتجلوه. فدي حاجات يعني طبعا نادرا ما بنلاقي حاجه زي كده، لكن موجوده. زي مين؟ انا حاسه ان انت بتتكلم عن اسماعيل ياسين وعبد الفتاح الاصري كده. بالظبط، برافو عليك. يعني فعلا. طب انا هقول لك على حاجه، يعني في القريب اللي هو ما هواش بعيد قوي، يعني مثلا الاستاذ وحيد سيف، حسين الشربين، المجتمع ده. بالظبط، دول كانوا يعني بتبص تلاقي وما يغلطوش، يعني الكلام بتحس ان هو بالملي زي ما المؤلف عايز يعني. فدي ملكه موجوده، عنده موهبه، عنده يعني ينفرد بيها عن بقيه الممثلين. طب الفنان هاني رمزي ملك الضحك والكوميديا، شايف انه دلوقتي ان احنا نضحك الناس اصعب من زمان؟ طبعا طبعا، ليه؟ صعب جدا. ليه؟ هقول لحضرتك على حاجه، احنا بطبيعتنا شعب ابن نكته. فلازم صح. عشان تضحكيه لازم تجيبي له ما هو جديد يعني. ومر عليه حاجات كتيره جدا ومواقف كتيره جدا ويعني ما لهاش اول ولا اخر من الكوميديا، فبيبحث عن ما هو جديد. ما هو جديد ده بالنسبه للمؤلف الكوميديان او اللي بيعمل عمل كوميدي ده صعب جدا جدا. صح. زمان كان الاستاذ فؤاد المهندس سيدتي الجميله يحرك العصايه بتاعته اللي ماسكها دي بس كده كام حركه، الناس تقع من الضحك. بحركات، يعني احنا ممكن يكون الجيل بقى يعني اللي بعدينا اللي بيتفرج دلوقتي ممكن يبص يقول هو انتوا يا جماعه بتضحكوا على ايه؟ فبنلاقي فيه الحاجه اللي كانت بتضحك زمان ممكن ما تضحكش دلوقتي. الامزجه اتغيرت والدنيا اتطورت وكل عصر له مذاقه، والشخصيات بتتغير يعني وطريقه الالقاء، ولذلك الفنان اللي هو يعني دايما يبقى اب تو ديت وماشي مع كل العصور ومعاصر كل الناس، مش واقف على مرحله معينه، هو ده اللي انجح. هو ده اللي تلاقيه مستمر يعني. طب هاني رمزي اللي بيضحكنا وبيوقعنا من الضحك ده، مين اللي بيضحكوا بقى دلوقتي من الفنانين الجداد؟ لا كتير كتير جدا. انا بحب بتوع مسرح مصر جدا. يعني بحبهم جدا، كلهم بيضحكوني بصراحه. في كتير يعني، كل الكوميديانات اللي موجودين طبعا، محمد هنيدي واشرف عبائي واحمد ادم واحمد حلمي لا محمد سعد طبعا. محمد سعد ما يعني ده لما بيعمل الليمبي وقطاطا والحاجات دي بيقتلني من الضحك، بيموتنا. طبعا. طب في اشاعه كده طلع عايزه اتاكد منك منها، يعني غبي منه في منه جزء تاني؟ قول ان شاء الله. ارجوك قول. وانا بقول لك ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى اقول لك لما يخلص، لما يتعمل، بس ان شاء الله. ان شاء الله، ده خبر حصري يعني، في كلام ما بيننا ومحدش هيعرف، اوعدك. والله بنشتغل عليه وبنحاول صدقيني، وان شاء الله نطلع بحاجه حلوه. انا عارف ان ده مطلب شعبي وجماهيري. كلنا نفسنا، كلنا نفسنا. ان شاء الله. طب انت بتحضر لحاجه دلوقتي؟ والله عندي فيلم جاهز، يعني بيتفنش كده في الكتابه.
احتمال ده مثلا على اخر السنه نبدا فيه ان شاء الله يعني. وبحاول اشوف نص مسرحي، عايز ارجع للمسرح. يعني انا عملت السنه اللي فاتت مسرح اسمه ابو العرب ميشن امبوسيبل، السنه دي عايز اعمل بقى مسرحيه جديده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تحقق كل اللي بتتمناه عشان خاطرنا احنا يعني اصلا. أمين. يعني بندعي لك وبندعي لنفسنا عشان احنا بجد بنبقى متشوقين لاعمالك الفنيه، وبجد بتضيف كده يعني نوع من البهجه والضحك، وبننسى الهموم لما بنتفرج عليك. بشكرك جدا جدا. ربنا يخليك يا استاذه مي، كتر خير. انت كل بذوق بجد والله، وعلى فكره الموضوع اللي بتتكلموا فيه يجنن، تحفه يعني. مرسي. انت والله انت اللي يعني ضفت عليه وخليته فعلا يبقى تحفه لما دخلت لنا بالمداخله بتاعتك. العفو يا فندم، شرف ليا. بشكرك جدا جدا. فاكرين بقى يا جماعه